كابتن فاروق، الافضليه النهارده نادي الاسماعيلي وكابتن حمزه الجمل عشان بيلعب على استاد اسماعيليه. بص انت شايف فرقتين شبه بعض في كل حاجه، كل حاجه يعني شبه بعض، بس النهارده طبعا ادوار المدربين هتبقى ليها دور اساسي. يعني بنتكلم على الاسماعيلي النهارده، الاسماعيلي بيلعب في ملعبه، عنده لعيبه كويسه، عنده نشاط، عنده لعيبه مهريه، وعنده دوافع بقى ان الاسماعيلي يكمل، ان ده اسم كبير، وبالتالي كمان عنده الداخليه بالفرق الكبيره. النهارده الاسماعيلي يتفوق على الداخليه بالمهاره، والداخليه تتفوق على الاسماعيلي بالخبره. المقاولين اسف يتفوق على الاسماعيلي بالخبره، ودي بتبقى حاجه لما اللعيب بيحس ان هو عنده خبره ويقدر يشتغل في المباراه ويدير المباراه بشكل كويس. انا شايف الاسماعيلي النهارده فرصه اللعيبه دي، يعني الفرصه دي مش هتعوض، ان انت فعلا زي ما كان بيكلم مراسل هتتنقل نقله تانية خالص، ان انت هتبعد عن المثلث او الثلاثي اللي تحت ده. فانا شايف المباراه الادوار المدربين ليها دور، يعني زي ما بتكلم على اللعيبه ليها ادوار. طب ايه اللي بالحديث عن المدربين، ايه اللي غيره كابتن حمزه جمل في الاسماعيلي يا كابتن فاروق؟ يعني انت بقى ليه شكل، يعني الاسماعيلي بقى ليه شكل دلوقتي، بقى في تنظيم في الملعب، ثقافه الاداء بقت موجوده، الخطوط في بعض في الملعب بشكل كويس جدا، السيطره على نص الملعب، شغلوا على الاطراف، السرعه بقت موجوده في الاسماعيلي. الحاجات دي كان مهاري من غير سرعه، من غير عارف الدوافع ان انت تروح تجيب هدف، انت كنت بتلعب شكلا يعني بتدي شو اكتر منه ايجابيه في الملعب. لا الاسماعيلي دلوقتي حتى اللعيبه بقت تتفاعل مع المدرب بشكل كويس جدا، وبقوا عايزين يكسبوا، يعني عارف دي نقطه مهمه جدا. الاسماعيلي طول عمره متعود ان هو بيكسب، الاسماعيلي زي الاهلي والزمالك، يعني طول عمرنا الاسماعيلي الاتحاد المصري جديد، الفرق اللي زي الاهلي والزمالك صحيح. الفرق الشعبيه دولت اللي بيبقى عندهم تركيز في المكسب رقم واحد، ما بيلعبش وعنده احتمالات تانية. فانا شايف الاسماعيلي النهارده ده هيبقى هدف ليه، وهدف قريب جدا ان هو يبعد عن الثلاثي الاخير. كنا بنتكلم على المقاولين اخيرا كده، المقاولين عنده الخبرات افضل من الاسماعيلي، والنهارده هل الخبرات تتفوق على المهاره؟ دي بقى النهارده دي شغل الاثنين المدربين، يعرف النهارده حمزه يقدر يشتغل بشكل كويس من بدايه المباراه، يبقى عنده موظف اللعيبه، ما بيديش اعباء للعيبه في الملعب ان هم صغيرين، ما يبقاش في عبء عليهم، يعني ما توظفوش في حاجه مش مناسبه ليه. فانا شايف النهارده المباراه ان شاء الله تبقى كويسه، فرقتين كويسين وفرقتين قرايب، فانت عايز تتفرج على المباراه وتشوف ان شاء الله منتج جيد للمباراه. كابتن